السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، فيديو جديد من قناة عبدوما. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام طريق حي الصناعي، كما كتشوفوا معنا الأشغال اللي هي هذه الإخوان ديالنا، كما كتشوفوا معنا الكياس البوردولات، هذه هي الأشغال ديال اليوم، كما كتشوفوا معنا هذه ديال البيضون، هانتوما الإخوان ديالنا. اليوم الإخوان ديالنا غادي ندوكم تشوفوا الحي الصناعي، شركة الخياطة اللي كاينة حاليا في بوكمبل، طريق الحنشة، قريب من كاريان اللي كان قديم ديال الصحراوي. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام للاشغال، غادي الاخوان ديالنا كتكمل ديال البوردولات، والله يعاون الصناعيه والحرفيه. كما كتشوفوا معنا، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هما البوردولات اللي ركبوا، وهذا هو المعلم خدام هنايا. كما كتشوفوا معنا المعلم، كما كتشوفوا معنا كيوجد البوردولات والكياس. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو طريقه الكياس، هنا كتحط الاخوان ديالنا البوردو مباشره. الاخوان ديالنا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هما البوردولات، هذا هو الكياس موجودين السلعه. وكما كتشوفوا معنا القطار هذه من الحي الصناعي. الاخوان ديالنا هانتوما هي البوردولات اللي وجدوهم هاد، وهذه هي الطريق حي الصناعي اللي هي كملات الاخوان ديالنا، غير البوردولات البورات راكبين وكل شيء جاهز الاخوان ديالنا. التراك اللي وجدوه هنايا صاحب البوردوله المعلمي امين، كل شيء مباشره كيبان لكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نديوكم ان شاء الله باش تشوفوا حي الصناعي كامل الاخوان ديالنا، باش نعطيكم بزاف المعلومات. هانتوما هي المعلميه خدامين هنايا، هادي في الاخر اللي الدخله ديال الحي الصناعي اللي هي هادي، هانتوما هي هادي عامره بالكياس. هنا فين كيوجدوا لهم الكياس، وجدوه ليهم حدا البوردولات باش يبقوا المعلميه خدامين، كلشي قريب ليهم. ان شاء الله عندكم حتى الحي الصناعي باش تشوفوا هانتوما شحال ديال البوردولات، هانتوما الكياس كامل. بقى حتى الواجهه هادي غادي تكمل ان شاء الله، غادي عندكم تشوفوا الحي الصناعي مباشرة. السلام عليكم. معلم شنو هادشي هذا؟ شنو هو معلم هادشي؟ كيان البيطون. كان تيجي قال هذا البردوله كان قال لهم باش ما نمشيش، باش ما طيحش هذه بردوله. شي يكون صحاهم ديالهم. والله يعطيك الصحة، راك خدام وعاجبنا، الله يسهل عليك. هو المعلم خدام، الله يعاونه، الله يسهل عليه، مرضي الوالدين، الله يعاون. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، هذا هو الحي الصناعي اليوم غادي نبارطاجيو معكم كامل. كما كتشوفوا معنا الحي الصناعي هذا كاين في الحنشة الاخوان ديالنا. متابعينا الكرام، جينا نبارطاجيو معكم معلومات جديدة من هذا الحي الصناعي. هذا الحي الصناعي كيتواجد في بوقمبل في الحنشة مورا متحف بلغار، ديما ديور واحد الحي الصناعي كبير كما كتشوفوا معنا، ما شاء الله اللهم بارك. مازال مشاهدينا الكرام غادي كبار بحال ما هادو كما كتشوفوا معنا، اللي هنايا باقي هنا انتوما كما كتشوفوا معنا، راه مازال ما كملش الاشغال، يعني من القدام غادي يزيدوا ثاني محلات اخرى. وهذا حي الصناعي اللي كاين في الحنشه ورا متحف بالغاز. الناس اللي بغاو يجوا من سيد الطيبي او قنيطره يهبطوا على متحف بالغاز، كان واحد القنطره تما وتواجهوا ليه مباشره. هذا حي الصناعي كاين اللي عنده شركه اللي هي نية ديال الخياطه، وكاين اللي ما عندوش، يعني على حسب، كاينه اللي عنده الديكلا راسي وكاين اللي ما عنده. ومشاهدينا الكرام، اللي هي واحد الحاجه اللي ضرتني وسولت عليها مشاهدينا الكرام، الناس اللي خدامين هنايا، ان فوا لو بغيتي شي حاجه تاكل شي حاجه، راه ما كاينش الماكله مشاهدينا الكرام هنايا. لو بغيتي شي حاجه خاصك تضرب واحد المسافه البوقنيط. وجينا نبارطاجيو ثاني مع مشاهدينا الكرام الناس البنات او الدراري اللي خدامين في الخياطه، ما كاينش عندهم ترونسبور هنايا اللي باش يتنقلوا باش يمشيو ويجيو الخدمه ديالهم. راكم عارفين مشاهدينا الكرام من بوقنيط لواحد مسافة لهنا الحي الصناعي باش تمشي وتجي هنا. وكاين الناس اللي عندهم ترونسبور ديالهم، كاين اللي ما عندهمش، اللي عندهم ميني بيس. مشاهدينا الكرام، اللي سمعت هنايا قال لك غادي يجيبوا اي شركه، او هاد الشركه حاليا ديال الطوبيسات غادي يدخلوا الطوبيسات هنايا. اللي سمعت هاد الخبر الجديد اللي داير حاليا، والقرار راه ما كاينش 100% مشاهدينا الكرام. وهذا الحي الصناعي الناس اللي كانوا في سلا او القريه او المهم قال اللي عنده شي محل صغير جاو عطوه هنايا مكازا فين مشاهدينا
مشاهدينا الكرام اخوان ديالنا مغازارة ماشي غير فابور اخوان ديالنا باش تجيو تخدم فيها ضروري خصك تادي واحد الواجب اللي دايرينو حاليا اللي دارا دابا كاين حاليا الثمن اللي داير هو كيقولوا 1500 درهم البداية ومن بعد عاودوا خلصوا 3000 درهم اللي حاليا ثمن اخوان ديالنا القرار باقي ما مخيوش 100% وحاليا دابا كاين ناس راه خدامين ما تيخلصوا حتى حاجه من القدام ان شاء الله راه غادي ياخذ القرار 100% يعود يخلص كما كتشوفوا معنا مغازات كبار اللي هما هي هنا هذا حي صناعي مختص غير بالخياطه او بنات او دراري اللي بغاو يخدموا هنايا يجوا يخدموا هنايا الناس راه محتاجين هنايا الناس اللي يخدموا معاهم كما كتشوفوا معنا حنا زومينا لكم هذا المحل هذا كما كتشوفوا وهذا هو حي صناعي مشاهدينا الكرام الكبير اللي كاين في الحنجة وكاين حي صناعي اللي غادي يدار ان شاء الله في القرنة ديال سوق الاحد ديال بوقنادل والناس اللي بغيو يتوجهوا شركه الكلاج ديال فولكسواغن اللي كاينه في سوق الاحد راه كاينه تاهيانيا راهم كانوا حابسين راهم تاني بداو الخوت اللي بغيو يتوجهوا ليهم اللي باغي ارض ديال الحي الصناعي اللي كاينه في سوق الاحد بوقنادل راه كاين تما بين 1400 و 1500 متر اللي كاينه حاليا او الناس اللي باغيين بقاع ارضيه مجهزه يتواصلوا معنا النمره في صندوق الوصف ومرحبا بالجميع الاخوان ديالنا الناس الاخوان ديالنا اللي عندهم او شي بارتما او مهم شي حاجه تكون قانونيه مالك محافظه متيتره مرحبا حنا الناس اللي عندنا الناس اللي كيخدموا على هادشي هذا تبيعوا وشريوا ومرحبا بالجميع وعدناكم مشاهدينا الكرام بالفيديو الاول رونسيناه ضربت تبارك الله ما شاء الله ديال ليفي اللي هو 1800 ليفي وحتى واحد راه ضرب ثاني 1000 وجينا نعاود لكم الجزء الثالث في هذا الحي الصناعي الاخوان كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام اللي هو هذا هو الحي الصناعي ما ننساوش الاخوان ديالنا اللي دار قناه عبدو مارتين يشترك عندنا في القناه يضغط على فعل الجرس شي كومونتير زوين او بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الناس اللي بغاو يخدموا في حي صناعي يا الاخوان ديالنا خليكم مع الفيديو وخرجه ممتعه والله يسهل على كل واحد الناس اللي معجبوهم كاين اللي معجبوهمش اخوان ديالنا اللي عنده كليان ديالو